يوم جديد وفلوق جديد. السلام عليكم. بسم الله، ايش حركات النينجا هذه؟ السلام عليكم جميعا، شو اخباركم؟ شو مسويين؟ ان شاء الله طيبين. عندي سؤال، ايش الطاقه والقوه اللي فينا؟ لا والله جد، صحيت من النوم ولقيت في شركه تبغانا ننضم معاهم. هلا ابوي، تعالوا نشوف مين هذه الشركه. والشركه هي فان جروب. للي ما يعرف مين هي فان جروب، هي اكبر شركه تضم يوتيوبرز. طيب حلو، نشوف ايش الاشياء اللي راح يوفرونها لنا. اول شيء قالوا راح يوثقون القناه. شكرا، ما نحتاج قناتنا موثقه. توفير شعار للقناه. لا هنا معليش، هنا معليش، اصحاب اثنين هو شعارنا الوحيد، ما راح نغيره باذن الله. ثالث شيء قالوا راح يوفرون لنا مكتبه اغاني. شكرا لكم فان جروب، ما نحتاج اغاني. فالشروط كلها للاسف ما طبقنا. نشكر شركة فان جروب للدعوة، لكن زي ما قلنا كملنا الحالة بهذه الطاقة وراح نستمر لحالنا ان شاء الله. والله علينا، بس اكبر دليل ان عندنا طاقة قوة غير. شوفوا اخر صورة منزلها على الانستغرام، خلال 5 ساعات بس 5000 لايك واكثر من 1000 كومنت، وكله مالتون هلا ابوي. لقيت واحد كاتب متى بنروح فلوق المزرعة. يا مزرعة يا ايش؟ يا مزرعة؟ اهلا بالعيال، الله يسعدكم جميعا. طيب يا جماعة عندي سؤال، اليوم هو ايش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو الحركات هذه؟ طيب يعني ايش؟ مين قاعد يسوي كذا؟ ايش قاعد يصير بفلوق يا جماعة؟ طيب يا جماعة اليوم هو الاحد، وهذا يعني يوم الشقة. طيب اثنين ايش يعني يوم الشقة؟ يوم الشقة قلنا من قبل هو يوم الاهتمام بالشقة. يا الله وايش ذا؟ كذا كني حساوي. طيب يا جماعة هذا اليوم قلتها من قبل واقولها الحين لكل شخص مبتعد، شخص ساكن الحالة او لاي شخص والله ساكن في البيت، خصص يوم في هذا اليوم اهتم فيه في امور الغرفة، في امور شقتك، في امور التنظيف بشكل عام، وكذا صدقني والله راح توفر وقت كثير. لكن قبل ما نبدا تعالوا يا جماعة بوريكم الجو اليوم. جو اليوم جدا غريب. في الصباح جاء مطر، بعدها جاء هواء قوي لدرجة كل الأشياء اللي هناك طاحت، وحاليا ما شاء الله تبارك الله شمس. هذا أغرب جو. اليوم بعد كان في قوس المطر هنا. دي خلي أقرب. ما شاء الله تبارك الله. نرجع ليوم الشقة، بنغير اسم يوم الأحد إلى يوم الشقة. على كيفك أبو يتون. طب شوفوا، جمعت الأشياء هنا لكن ما رميتها، فضلت لما يوم الأحد. ما رميتها عشان ما تتلخبط عند الأمور، مثلا أجي يوم الأحد وألقى الشقة نظيفة وما يحتاج أرتبها، فعشان كذا أمسك نفسك وخلي يوم الأحد بس، كذا ترتب أمورك. طبعا هنا عشان لازم إعادة التدوير، فإيش نسوي؟ نحط مثلا الكراتين مع بعض، هذه أشياء الكراتين، والعلب المعدنية مع بعض. الله أكبر الله أكبر. طيب الخطة الحين نصلي، بعدها نرجع نكمل التنظيف. طيب، رجعنا من جديد يا جماعة، راح نقسم الأمور. نحتاجك يا جميل، طبعا نحتاج كيس اكبر والله. حط علب البلاستيك هنا. واحد. انا اشكر ام العائله صراحه اللي كنت ساكن عندها، ما كانت ترمي هذه الاشياء ابدا، اللي تيجي مع قطع الخبز وزي كذا، يعني ما تيجي داخل قطع الخبز، تجي على كيس. يلا يا اثنين يعرفون. طيب يا جماعه، فصرت ما ارميها، صرت اجمعها دائما. تجي ايام بعض الاحيان واحتاجها. سؤال مهم، يعني كيف ننزل تحت بهذه الاكياس كلها؟ طيب يا جماعه كذا الغرض تكون جاهزه، ويلا نروح. اهلا يا جماعه. طيب الرمي يكون على دفعات، هذه الزباله العاديه وانتم كرامه. انا يمديني ارمي كل شيء هنا مثلا، لكن نحاول نكون كويسين ونحافظ على البيئه. بعدين نجي هنا، مخرج شويه في الكاميرا. طيب شكرا لك يا مخرج. نجي هنا، هذه المواد الغذائيه للاكل، يعني قشر الموز، سمك، جبن، خضروات، فواكه، اي شيء هنا. بعدين نجي هنا، ما لي بتعبك معي اليوم، ما لي بس اصحاب اثنين. ما لي مخرج، ما لي لف شويه. شكرا لك يا مخرج، ما قصرت يعطيك العافيه. هذه للكراتين، شوفوا حتى ما يخلونها مفتوحه، ليش؟ عشان تحط الكرتون كذا داخل. ما ادري ايش الحركه هذه لكن كويس. الدنيا رجعت تبطل مره ثانيه ما شاء الله. حط الحين ايش؟ نحط الكراتين زي كذا. والله نخلص بكره، مين صاحب الفكره هذه يا جماعه؟ طيب يا جماعه بعد ما خلصنا حاليا ننتقل للقسم الاخير اللي هو البلاستيك والمعادن. المشرف المخرج بعدين مع المطر. تعال لف شويه هنا، بدات تمطر يا مخرج، لا تقعد تزعلنا زي كذا. الله يرضى عليك. شكرا لك يا المخرج. نجي هنا وهنا نحط البلاستيك والمعادن كلهم هنا كذا. يكون خلصنا. وها ربع الشقه. متى تعرف انك مستعجل؟ لما تطلع زي كذا. حاليا الاجواء كلها اجتمعت مع بعض في نفس الوقت، شمس ومطر وهواء. والله امطار غزيره يا جماعه. امطار ايش؟ امطار غزيره والله. طيب يا جماعه وانا كنت اطلع الدرج تذكرت شيء. قاعد تتذكر وانت تطلع؟ لا جد، تذكرت اني مره قريت في احد الكومنتات اثنين لما اشتري حيوان اليف يعيش في الشقه. والله فكره حلوه، ليش ما نشتري حيوان اليف يعيش معنا في الشقه؟ طيب ايش نشتري؟ ارنب، بسه، عصفور، سمكه، ضب. طيب نروح محل حيوانات ونشوف ايش عندهم. يلا نروح. متحمس بيطلع على طول. كنا على الله باذن الله ما راح نرجع الا معنا شيء كذا شايلينه، او الا اشياء كذا، ولا مجموعه من الاصدقاء. خلاص يعني لا تحمس. والله ريحه الدرج جدا حلوه والله يا جماعه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الطقس غريب اليوم والله جدا غريب. هذه الرحله مياه، رحله البحث عن صديق. لما الحين والله ما ادري ايش رايحين نشتري، لكن نوصل هناك ونشوف ايش الموجود. تخليم بقاله مو محل حيوانات. وصلنا، هذا هو المكان وهذا هو محل الحيوانات الكرامه، اسمه بيت. حلو، مفتوح، جميل جميل. نوقف هنا. طبعا الشقه هنا ورا، لكن جينا بالسياره تحسبا. كل معنا بسه جديده ولا شيء صعب نمشيها كذا معنا. بسم الله. شوف ايش في هنا. وهنا عندهم اسماك، اسماك صغيره. السمكة الواحدة ب 12 دولار و99 سنت، يعني تقريبا حول 36 ريال، السعودية عندنا والله تحصلها ب 5 ريال، اثنين للقارن. الله نشوف ايش فيه هنا. وهذا فاضي، وهذا فاضي بعد. حتى هذا فاضي. هلا بالعيال،
عندهم رطوبة هنا، شكله ساكن في الشرقية. سلحفاة يا جماعة، ملابس لهم خاصة، أحلى إيش الحركات هذه؟ شنط للسفر، الله شكل سمك هذا غريب، هذا دوري. طيب يا جماعة قررنا ناخذ بسة، إي نعم، إن شاء الله راح ناخذ بسة اليوم. الله 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 الله، يقول لك سعرها 300 دولار، يعني الحية هذه 900 ريال. غريبة والله يبغون حية. وهنا عناكب. ولا بالعيال. والله صعبة جدا نربي عنكبوش في البيت. وصلنا أنواع الأسماك، لكن الرجال الطيب هذا قال لي ما تقدر تشتري هذول الأسماك إلا لما يكون عندي شيء كبير زي كذا، أما الأسماك الصغيرة تطب فيها. وراح نختار اثنين، راح ناخذ هذا النوع ندور أحمر. They are pretty much the only fish that can live in a bowl because they can breathe air, whereas other fish need like filtered water, moving water. The gravel or the plants or anything like that. May I know why you didn't have cats here? And we don't have a lot of room for them. حس داخل بقالة كذا شاري سمكة وطالع. يا وجه الله نكب المي. يا ساتر هذه بداية. ما هي حطت لي بكيس؟ والله بتموت السمكة. لا يا الله. تونا بادين. تعال تعال سير يا جماعة بقول لكم شيء. طيب يا جماعة أول شيء المحل هذا ما عندهم حيوانات كثيرة. ما عندهم إلا أسماك وعناكب وحيات. حيات. والله غريب المحل. يعني أسماك مع عناكب. لكن شرينا سمكة يا جماعة. لكن قالت ما نقدر نحط سمكتين. فهذا الشيء الجميل. تعال شوف. نكب المي من الكيس علقته. وهنا إذا جيت تشتري حيوان والله كأنك تتبنى ولد. تحذيرات وما أدري إيش وانتبه. أعطونا ضمان 40 يوم. قالت إذا ما تتفاقل من 40 يوم ترجعها. الله أكبر. وشرينا لها الاكل والزينه وبعد زينه والفلتر. بس شوف قالت لي اذا تبغى تشتري بسه يعني لازم تسبحها، لازم تطعمها، لازم تشتري لها اكل. والله كثير. طيب نقول بسم الله وترجع شقه. والله رجعت الامطار الغزيره يا جماعه، شوفوا كيف تمطر ما شاء الله تبارك الله. وصلت الشقه والسمكه معلقه، والله كاني معلق فول. يا هلا والله يا حبتين. هذا البيت الجديد. قلنا يا جماعه قلنا ما بنرجع الا معنا شيء. رميتنا الجديد معنا. يا هلا والله. طيب يا جماعه طلع الاشياء. هذه الاشياء كلها مع السمكه كلفت 50 دولار، يعني تقريبا حول 150 ريال سعودي. شو بدنا نسوي؟ نغسل هذا ونعبي مي. هلا بالرميت، راح نزين لك احلى بيت، ما عليك راح ندلعك. حط الحين، قول بسم الله. اهلا وسهلا، بنقول لك معلومات عننا، نحب العسل، يا عسل، هذا شيء لازم تعرفه. هذه البدايه بس، طيب قال حط من هذا نقطه، هذا قال لي فلتر يعقم المي. وقال بالنسبه للاكل قال 4 حبات في اليوم بس. 1 2 وعلى كلامهم ان السمكه هذه راح تعيش 5 سنين باذن الله. يعني يوم اذا جعنا لا تلمح لا تلمح خفايف ثنيان، السمكه هذه موجوده. تعال نوديك الصاله. والله ثقيل يا جماعه، وين نحطها؟ خليها هنا عندنا عشان كذا نعدل على الفلوقات ونسولف معاها. خليها في المطبخ احسن، والله ما في مكان هنا. ثم نشتري طاوله ثانيه ان شاء الله نحطها معنا. طيب يا جماعه جينا بنسوي شيء لخفايف ثنيان، لكن نقصتنا اشياء كثيره. استغفرك ربي العظيم. لا جد، بما ان اليوم الاحد هو يوم الاهتمام بالشقه، فنشوف ايش الاشياء اللي نقصتنا ونروح سوبر ماركت نشتريها. شوف الثلاجه، نجيب ورقه وقلم ونبدا نكتب الاشياء. طيب كتبنا كل الاشياء اللي نبغاها، حاليا نتوجه على الورمارت. نمشي معنا المي وننطلق. لحظه لحظه، الجو يبغى جاكيت. والله الجو بدات تبرد، المفروض تصير حر، نروح نلبس جاكيت. توقع كذا جاهزين. تبغى شيء؟ اجيب لك شيء من الورمارت، اجيب لك تونه شيء. بنقعد نسولف مع السمكه ولا نطلع؟ في الانوار. كل اسم هذا موقف جميل. طيب يا جماعة معنا الورقة، مقسمين الأشياء، هنا الخضروات، هنا الألبان ومشتقاتها، هنا الأشياء العادية. كيف يعني أشياء عادية؟ يعني شيء من هناك شيء من هنا كذا أشياء موزعة، ونبدأ نشتري الأغراض. يلا. طيب أول شيء نحتاج المعتاد، خس، سبانخ، ما في جرجير، ما أدري إيش صار مع الجرجير يا جماعة، بدأ يتغير مثل باب الأمل، مرة منتهي تاريخه، والحين مخلص. نجي نشتري ليمون، شو يقول لك الليمونة الواحدة ب 77 سنت. يعني أقل من 3 ريال. نفس الشيء البرتقال، لكن البرتقال ب 97 سنت. شو الحركات هذه؟ طيب يا جماعه جينا عند هذا الشيء البطل، فراح ناخذ هذا ان شاء الله. بما ان احنا شرينا هذاك الشيء اللي نحطه بالفرن اللي فيه زي الدوار، راح نسوي شيء جديد ان شاء الله. دان دانيوم. نسينا نجيب اكياس من البيت، هذا اللي يقول طبيعه وما طبيعه، هو شيء ينسى، لا كويس عشان نتذكر المره الجايه، بعض الاحيان لازم تخطئ عشان تتذكر، ثانيا ترى كلك اياه. ثاني الاغراض ونحطها في الكامري. الله السياره هذه كل الحركات. لا بعد حط صقر هنا تبدل بالكامري الطيب. امزح امزح لا تزعل الكامري امزح. ما عندك شيء اليوم بعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حد يمزح الايام هذه؟ الله هذا مع عصبيه. طيب شباب
اتفقت مع واحد من العيال نتعشى الساعه 7. توني لما وصلت شقه اتصل علي قال اثنين انا تحت. انت تحت؟ اتفقنا احنا الساعه 7. شويه شوف اللي والله الساعه 7. قبل ساعتين كانت الساعه 5. كيف؟ لا اقصد يعني قبل شوي في الوالمارت كان اول وقت بدري. والله في الوالمارت وانت تشتري خس سبانخ وجرجير يمر الوقت بسرعه. لا ما شرينا جرجير. طيب في الخطه الحين نحط الاغراض بسرعه وننزل للرجال تحت. الرجال يقول لي انا برا وهذا هو برا. وداحم يلا حيه اخبار علوم طيبين؟ السلام عليكم. السؤال المهم والاهم وين اتعشى فيه؟ السؤال اللي ما له جواب. هذا والله ما له جواب. طب انا اقول لك روح ملك المندي. ما تعرف ملك المندي؟ شكله ماسكن في الشرقيه. حق الشوايه. شوايه الخليج. الله عليك حق البخاري. حق البخاري. الله والله خليني ارجع سديه الحين. طيب عبد الرحمن جاب لنا المطعم الجديد يقول مطعم مكسيكي توه فاتح. فبنجرب هذا المطعم نشوف كيف يكون. ان شاء الله يكون كويس. طيح على المطعم اخيرا في فيكتوريا. واغلب المحلات مسكره. بسم الله. هناك عبد الرحمن يطلب مطعم مكسيكي بحت. كل اللي يشتغلون مكسيكان والاشياء المكتوبه باللغه الاسبانيه. حطينا اغاني مكسيكيه. يا تحس كانك في المكسيك. ووصلت الاطباق وانصدمت بالطبق حقي. طلع صغير والله جدا صغير. هذا طبق عبد الرحمن. نسميه نقول بسم الله. كنا طالعين المطعم كويس لكن مشكلته التاكس حقه صغير. يعني الوحده بثلاثة دولار تقريبا. هذا الطقس للاسبوع الجاي ان شاء الله تبارك الله. كل الاسبوع الجاي راح يكون ممطر. الله على الاجواء السعوديه كلها شمس تكنا هذه الاجواء. شوفينا كيف يا عبد الرحمن. زين شفناك. يلا مع السلامه. شد حيلك بكره. يلا سلام. هذا باب ايش؟ ايش اسمه؟ باب الامل. الله عليك. تغير غيرنا اسمه خلاص. يلا سلام. طيب يا جماعه في شيء توني اعرفه في جوجل. تعالوا شوفوا. نفتح جوجل اوسكار. Here is some information. يطلع لك كل المعلومات عنه. مثلا تضغط في 2015 يقول لك مين افضل ممثل، افضل صوره، افضل ممثله. مثلا تروح 2014 تضغط افضل صوره تطلع لك افضل صوره. تنزل تحت تروح على مثلا 2013 افضل ممثل تطلع لك افضل ممثل. شيء خطير صراحه. والبطاريه بتخلص. نحاول ننهي بسرعه. طيب يا جماعه يعطيكم الف عافيه على المشاهده. سؤال اليوم يقول ايش راح نسمي صديقنا الجديد؟ تروح بعض الاسماء اكتبوها تحت وباذن الله راح اختار اسم من الاسماء اللي تكتبونها. يعطيكم الف عافيه على المشاهده مره ثانيه. كان معكم ثنيان خالد وسمك الصغيره. عليكم دائما تفعلين وإيجابيين والسلام عليكم. ورجع المطبخ اثنين. زي كذا قال لي ابد خلاص اي وقت احنا بنروح ناخذ العسل. وقال لي تعال معنا. قلت والله خلاص قدام انا بجي. مرحبا يا جماعه انا اليوم جمعتكم. خلنا تشوفوني زي كذا جالس في ماركت بيسولف. عندك سمك روح سولف معاه في البيت.